السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا في مطعم ماما. النهاردة هنعمل أكلة شتوية بامتياز، القلقاس بالسلق بطريقة مامتي، تحفة جدا. بس النهاردة هنعملها بتكتنا وهنبدأ مع بعض. معانا المكونات بتاعتنا: قلقاس مقطع ومتنضف ومغسول كويس، أنا بحب أنقع القلقاس ومية سخنة لمدة نص ساعة كده لغاية ما يطلع الزبد اللي فيه، وبعدين انضفه كويس جدا جدا واغسله كذا مرة بالمية السخنة، واخر مرة بغسله بالمية الساقعة لغاية ما يطلع كل اللي فيه ويبقى زي ما انتوا شايفين كده في منتهى الجمال. في ناس ما بتحبش تغسله، بس انا الطريقة دي بتاعت مامتي، انا بحب اغسله كويس جدا. ومعانا راس ثوم متوسطة مهروسة، ومعانا ورق السلق، بس حزمة من السلق، ده كيلو قلقاس عليه حزمة من السلق وحزمة من الشبت وحزمة من الكزبرة الخضرة، واخدين كل حاجة منها الورق وبس، مش هناخد العروق، هناخد الورق وبس. وديك خلطة مشكلة، خلطة بهارات مشكلة. هنعمل الخضرة في الخلاط الأول وهنسيبها شوية عشان هي في الخلاط بترغي شوية. طبعا حطي نص كوباية مية عشان يمشي معاك الخلاط. وفي حل على النار حطينا الشوربة بتاعتنا، مقدار الشوربة اللي انت عايزاه، في ناس تحب القلقاس خفيف والناس تحبه تقيل، زي ما تفضلي حطي. ادي الشوربة حطيت فيها كيلو القلقاس، طبعا هحطه هو الشوربة بتغلي، ودلوقتي هلسيبه على النار لغاية ما يستوي وهغطيه. ونبدأ دلوقتي نعمل الخلطة او السلق مع بعض. هنحط راس الثوم المتوسطة، الثوم المهروس على النار مع معلقة كبيرة من السمنة لغاية ما يصفر زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين هحط من الخلاط مباشرة بهارات مشكلة، كزبرة ناشفة، ملح، وتقدري تحطي هنا نص مكعب مرق الدجاج لو حبيتي، بس انا شايفة ان الشوربة كفاية قوي. وطبعا خدي بالك من الملح لان الشوربة اصلا حيقة. طماطماية متوسطة ومبشورة، طبعا ما فيهاش قشر، هي مبشورة القلب بتاعها بس، وهغطي لغاية ما تتسبك الخلطة بتاعتنا. ودلوقتي السلق بتاعنا لما تسبك شوفوا هتعرفوا علامة التسبيك بتاعه ايه، ان هو تقل زي ما انتوا شايفين، والسمنة اللي احنا حطيناها في الاول طلعت على الوش كده زي ما انتوا شايفين. مش قادرة اقولك قد ايه طعمها ولذيذة جدا الخلطة دي، ريحتها وطعمها ومفيش كده. ودلوقتي القلقاس بتاعنا هنجربه اهو، استوى معايا، حطينا عليه السلق المتسبك وهنقلبه ونسيبه غلوتين تلاتة، نغطي الحلة وهنسيبه ياخد غلوتين تلاتة كده عشان يتشرب من طعم الخلطة الخطير اللي احنا عملناه. وادي قلبناه تاني، فتحنا الحلة وقلبناه تاني، بقى تمام كده زي ما احنا عايزين. زي ما بقولك تقدري تحطيه خفيف تخليه خفيف زي ما انا عاملاه كده، او تنقصي الشوربة شوية وتخليه تقيل على حسب رغبتك. وادي احلى حلة قلقاس هتعمليها في حياتك، تحفة جدا، مش قادرة اقولك على طعمه وريحته، ما شاء الله على طريقة والدتي، ربنا يديها الصحة يا رب، في منتهى الجمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.